صحة بدون صحة نفسية، تلك هو شعار اليوم العالمي للصحة النفسية التي تحتفل به منظمة الصحة العالمية في العاشر من أكتوبر من كل عام. فهذا اليوم هو فرصة للتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية للأفراد داخل المجتمع. النهاردة لازم الناس تفهم المرض النفسي ده مرض عضوي في المخ نتيجة تغيرات في جينات وراثية. عندنا حاجة اسمها النواقل العصبية، هذه النواقل العصبية هي المسؤولة عن كل الأمراض النفسية. المرض النفسي مرض جيني بينتقل بجينات، يعني إذا أنا ممكن أكون مولود حامل للجين وما يظهرش عليه المرض، ده حاجة كويسة جدا. طب اللي بيظهر المرض التعرض للضغوط، سواء أول 5 سنين في العمر أو من سن 15 ل 25 سنة. النهاردة بنقول كل ما يكون الإنسان عنده هذا الوعي، مجرد ما أنا أشعر أن ممكن في بدايات ظهور مرض نفسي وأذهب للطبيب قبل مرور 6 شهور على بداية المرض، إذا في المرحلة الحادة إذا ممكن المرض النفسي ده أسيطر عليه. النهاردة إحنا بنتكلم في 20 مستشفى جامعي بها وحدات طب نفسي، مستشفيات طب نفسي مستقلة داخل المستشفيات الجامعية، في 20 مستشفى جامعية على مستوى الدولة. النهاردة بنتكلم على 5 مستشفيات نفسية في جامعات الأزهر. النهاردة بنتكلم على 17 مستشفى نفسي داخل جمهورية مصر العربية التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب أقسام الطب النفسي في المستشفيات العامة. يعني أنت بتتكلم النهاردة إحنا قد نكون محتاجين أكتر، ولكن لما نيجي نقارن النهاردة إحنا في 21 أو نقارن بسنة 2000، يعني في 20 سنة، لا، البنية التحتية للطب النفسي زادت أكتر من 500%. أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً كبيراً بمجال الصحة النفسية بإصدار بعض التعديلات بقانون رعاية المريض النفسي للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحياً، إلى جانب التطور الكبير بمستشفيات الأمراض النفسية والعصبية وصرف العلاج بالمجان للمرضى.